بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، أينما كنتم وحيثما حللتم، تحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن وإياكم نختتم النسخة الإلكترونية من المحفل الدولي العلم الدولي 14، وقد ختمنا قبل ساعتين تقريبا النسخة الحضورية من إقليم كردستان ومن محافظة أربيل تحديدا، عاصمة الإقليم. وهذه النسخة الحضورية التي نلتقيكم فيها مع هذه النخبة الطيبة من الذين شاركونا عن قرب وعن بعد في هذا المحفل العلمي الدولي، لسعداء حقا بالتواصل معهم والالتقاء في هذه اللحظات الأخيرة حتى نلتقيكم طبعا في النسخة الـ15 التي سيعلن عنها مؤسس منصة أريد ومديرها التنفيذي الدكتور سيف السويدي. حقيقة في البدء اسمحوا لي أن أحيي وإياكم الجهات المشاركة لمنصة أريد، وهي أكثر من 75 جامعة ومؤسسة شريكة لمنصة أريد العلمية الدولية. وأحيي أيضا، تظهر الآن طبعا أمامنا شعارات الجامعات وصور رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الكرام الذين حقيقة دعموا هذه المنصة في مسيرتها في منذ تأسيسها إلى اليوم. ولدينا كوكبة جديدة انضمت في هذا المحفل ووقعت بالفعل اتفاقيات شراكة وتعاون، أذكر منها جامعة مثلا النور، وجامعة كلية المعارف الجامعة، وجمعيات ومؤسسات علمية وأكاديمية عدة كما سيظهر بعد قليل. حقيقة التحية لهؤلاء القامات العلمية القائمين على إدارة هذه المؤسسات الذين آمنوا بفكرة منصة أريد وبمحفلها العلمي الدولي 14 وبمؤتمراتها وندواتها ومحاضراتها وورش عملها وسائر حقيقة ما تقدمه من خدمات للعلماء والباحثين والمفكرين العرب والناطقين بالعربية. تحية لكل رئيس جامعة، لكل ممثل وزارة التعليم معنا، لكل عميد كلية، لكل رئيس قسم، لكل مدير مركز وهم يتابعون معنا أعمال حفل ختام المحفل العلمي الدولي في هذا المساء. اسمحوا لي أن أدعو الأستاذ المساعد دكتور جمال عبد ناموس، مدير المكتب الإقليمي لمنصة أريد في العراق، وهو المدير التنفيذي للمحفل العلمي الدولي 14، لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، أعضاء منصة أريد للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية، حياكم الله وبياكم، وأنتم تشاركوننا حفل اختتام فعاليات النسخة الإلكترونية من المحفل العلمي الدولي 14 لمنصة أريد بنسختيه الحضورية والإلكترونية. لا شك أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تعقد منصة أريد محفلها العلمي الدولي 14 بنسختيه الحضورية والإلكترونية، هذا الوعاء العلمي الكبير الذي يجمع سنوياً عشرات الباحثين ليتواصلوا بينهم ويتبادلوا الرؤى والأفكار ويكونوا فعالين في خدمة مجتمعاتهم ومؤسساتهم الأكاديمية عن طريق بحوث علمية رصينة تحل الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المشاكل التي تعاني منها هذه المجتمعات. الأحبة الكرام الذين يشاركوننا فعاليات هذا المحفل الكبير الذي احتضن عراق الحضارات نسخته الحضورية
التي عقدت في مدينة أربيل درة كردستان العراق وعاصمته العزيزة. لا شك إن انعقاد المحفل تحت شعار الجامعات ودورها في التنمية المستدامة إنما يعطي انطباعاً راقياً ومتميزاً لما تقوم به منصة أريد في موضوعة إبراز دور الجامعات في تفعيل التنمية المستدامة بعدها إحدى أهم المؤسسات المعرفية التي تشكل والمجتمع علاقة الكل بالجزء، لا سيما أن الجامعة بوصفها مؤسسة تعليمية تحظى بمكانة كبيرة عند الباحثين والمنظرين للتنمية المستدامة كونها آخر حلقات التعليم والتكوين والتأهيل من حيث المخرجات لسوق العمل، وإن ذلك يرتبط بنحو واضح بأهمية إجراء أبحاث عالية المستوى والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه البحوث التي وجدناها حاضرة في هذا المحفل لا سيما في نسخته الإلكترونية أمر يبعث على الفخر والاعتزاز ويجعلنا سعداء كثيرا بهذا الحجم الكبير من التفاعل الذي أبداه أعضاء المنصة مع هذا المحفل والذي يشجعها دائما وأبدا على بذل ما تستطيع من جهد لتقديم الخدمات التي تضعهم في المكانة التي يستحقونها وتجعلهم قادرين على تسويق منتجهم البحثي بكل يسر وسهولة. الحضور الكريم، إن منصة أريد التي قدمت الكثير من الخدمات للباحثين الناطقين بالعربية عبر سلسلة ثرية بالمحافل العلمية الدولية والمؤتمرات والندوات والورش والأسابيع العلمية وآخرها هذا المحفل الكبير الذي نختتم أعماله هذا اليوم بمؤتمراته التسعة المتخصصة والتي عالجت قضايا وموضوعات مهمة في العلوم التطبيقية والاجتماعية والإنسانية واللغوية والأدبية والإعلام وصناعة الوعي الجماهيري والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات العلمية المهمة يحق لها أن تفخر بما قدمته منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر، وهي تدعو كل الباحثين الناطقين بالعربية أينما كانوا لزيادة التفاعل مع أنشطتها وفعالياتها العلمية، فهي منهم وإليهم، وهي تسعى لخدمتهم وتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات مجانية تجعلهم في دائرة الاهتمام وتجعلهم مواكبين لما تشهده البيئة البحثية في العالم في جميع أنحاء العالم. الأحبة الكرام، ضيوف منصة أريد والجهات الراعية لهذا المحفل الكبير، ونحن نختتم هذا المحفل نقدم شكرنا وتقديرنا لكل الجهود الخيرة التي أسهمت في إقامة هذا المحفل العلمي الكبير وجمعت عن طريقه هذه الكوكبة الطيبة من أعضاء منصة أريد ليس في العراق وحده إنما في كل أرجاء المعمورة. هذا التجمع العلمي الكبير الذي يعني أن المنصة عندما رسمت لنفسها مسارا تخدم به الباحثين فإنها واثقة من تحقيق النجاح بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم البحثية التي تغني عناوين محافلها ومؤتمراتها العلمية. بارك الله فيكم وشكر لكم سعيكم العلمي هذا. لا نقول لكم وداعا ولكن نقول لكم إلى لقاء قريب في المحفل العلمي الدولي في نسخته 15 والتي ستكون بإذن الله امتدادا للنجاحات المتحققة في كل ما سبق من المحافل. جزاكم الله خيرا وأشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ المساعد الدكتور جمال عبد ناموس على هذه الكلمة، وهو المدير الإقليمي لمنصة تريد في العراق، وقد نبارك له نجاح النسختين الإلكترونية والحضورية بوصفه المدير التنفيذي للمحفل العلمي الدولي 14.
وقد سعدنا باللقاء به في كردستان العراق في أربيل تحديدا في النسخة الحضورية، وها هو يشاركنا أيضا في النسخة الإلكترونية. مبارك لمنصة أريد هذه الاستمرارية وهذه الديمومة وهذه التنمية المستدامة للمحافل وللمؤتمرات وللأنشطة العالمية، ونبارك لها ما أعلن عنها في هذا المحفل ومن قبل لقضية جامعة أريد الدولية للدراسات العليا وغيرها من الأنشطة التي أفرحتنا بها نحن الباحثين والعلماء والخبراء في منصة أريد، أعضاء هذه المنصة الذين تسعدهم مثل هذه الأخبار وهم يتلقون عبر أنشطتها الدولية هذه النشاطات وهذه المساهمات الكبيرة حقيقة، هذا الفكر التطويري لمؤسساتنا التعليمية في بلداننا العربية والناطقة بالعربية. أيها الحضور جميعا، أرحب بمن انضم إلينا حديثا في هذا الحفل، حفل الختام المحفل العلمي الدولي 14، وأوجه الكلمة الآن باسم الجهات الراعية للمحفل، فأدعو سعادة الأستاذ الدكتور طه أحمد الزيدي رئيس جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية لتقديم كلمته بالنيابة عنهم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخي الأستاذ الدكتور أحمد كسار على هذا التقديم الطيب الرائع، ونحن سعداء أن نكون معا مرة أخرى من الحضور إلى الإلكترون. إن شاء الله نتواصل في العطاء والتجدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، حياكم الله جميعا أيها المتابعون والمشاركون والحاضرون معنا في فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 في نسخته الإلكترونية، وكذلك من قبل في نسخته الحضورية. مما لا شك فيه أن الجهات الراعية مثل ما أنه تحرص منصة أريد على فتح الآفاق مع هذه الجهات، أيضا الجهات الراعية هي تتشرف وتتسابق للتعاون ومد جسور التواصل مع منصة أريد. والذي يلاحظ خارطة الجهات الراعية لهذا المحفل الرابع وحتى المحافل التي قبل هذا المحفل أنها تتنوع من جامعات إلى جمعيات إلى مؤسسات حكومية ومؤسسات أهلية متخصصة، وهذا يؤكد توسع دائرة اهتمام منصة أريد بمد جسور التعاون والتواصل مع هذه المؤسسات بما يخدم العلم والعلماء والمجتمعات. كذلك نلاحظ أن الذي يربط هذه الجهات الراعية مع منصة أريد هو التعاون لا التنافس، ومعلوم إداريا أن الجماعات المتعاونة أكثر إنتاجا من الجماعات المتنافسة، والذي يحرر منصة أريد من هذا البعد، بعد التنافس إلى بعد التعاون، هو أن منصة أريد هي مؤسسة غير ربحية، وهي متجردة لخدمة العلم والعلماء ومحاولة التواصل العلمي وإظهار الهوية العلمية لكثير من الباحثين الناطقين باللغة العربية، كذلك وضع كثير من الجامعات على خارطة التواصل العالمي. وأيضا مما نجد من بصمات هذا التعاون وهذه الرعاية التكامل، وهو من أهم معالم المحفل العلمي. هناك تكامل بين التخصصات مما يفتح آفاقا لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية والمجتمعات الإسلامية من زوايا عدة، وبذلك نستطيع أن نضيق دائرة التأثير السلبي لهذه التحديات، لأن أي مشكلة إذا تمت المعالجة من زوايا متعددة سوف نقلل الفجوة ونضيق دائرة التأثير السلبي، ونرتقي بالتحدي لنجعله فرصة في الارتقاء بالمجتمعات والنمو وتطوير الشخصية في هذه المجتمعات. مع إيماننا بأن العلم رحم بين أهله، لكن بصراحة سوف تبقى البصمة العراقية ذات العمق الحضاري والموروث العريق والتجديد في المعارف والعلوم والتنوع في الأعراق والأديان والثقافات
ستبقى لهذه البصمة أثرها في الارتقاء في المشاريع العلمية المشتركة بين هذه الجهات الراعية ومنصة أريد. ولذلك يطيب لي باسم الجهات الراعية ابتداء من الجامعة العراقية مرورا بجامعة جيهان في إقليم كردستان في أربيل، إلى كلية المعارف الجامعة، إلى كلية الإمام الأعظم الجامعة، وكلية العين، وكلية الكرخ، وأيضا جامعة النور، وأيضا جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية، وجمعية علوم الحديث، وأيضا مؤسسة نماء للتنمية المستدامة. كل هذه المؤسس جامعات والمؤسسات كانت سعيدة بإقامة هذا المحفل، وأن تكون جهة راعية سواء كان على مستوى الرعاية العلمية أو المعنوية وحتى المادية. ولا يسعني إلا أن أتقدم باسم هذه الجهات بجزيل الشكر إلى منصة أريد، وفي مقدمتهم إلى الرئيس التنفيذي للمنصة أخي الدكتور سيف السويدي. البصمة التي تحرك جميع هذه المؤسسات وهذا الكم الطيب المبارك من المنتسبين لمنصة أريد الذين تجاوزوا 20 بعد 100 ألف. إذن هذا الشكر يدل على عمق التعاون والحرص المتبادل بين المنصة وبين هذه الجهات الراعية. وأيضا يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أخي الدكتور جمال عبد ناموس المدير التنفيذي للنسخة الحضورية ومدير إقليم منصة أريد في العراق، وكذلك إلى أختي الفاضلة الدكتورة هند المديرة التنفيذية للنسخة الإلكترونية، وكذلك كل الفريق الذي لا أستطيع أن أعبر عن عميق الشكر والامتنان، وإن غابت الأسماء فهي محفورة في القلب وفي العقل وعند رب السماء. فنقول نحن سعداء بالتعاون والتواصل مع منصة أريد التي فتحت لنا أيضا الآفاق في الانطلاق في رحاب الفضاء العالمي لمتطلبات التواصل العلمي وأيضا لمتطلبات الارتقاء العلمي. أقول وفي الختام، نحن جميعا شركاء في المسؤولية العلمية، وأيضا نحن شركاء في النجاح الذي لمسنا صوره الرائعة في هذا المحفل في هذه النسخة، ونحن تحتضننا مدينة أربيل الغراء، مدينة أربيل العريقة في التاريخ، مدينة أربيل العاصمة في إقليم كردستان، وهي العاصمة الصيفية للعراق. كلنا سعداء أن حل علينا هذا الضيف، وكذلك سعداء أن نتواصل عبر الأثير في هذه النسخة الإلكترونية مع جميع المشاركين والباحثين وكذلك المتابعين. نسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، وبإذن الله نستبشر خيرا أن المخرجات التي خرجت في هذا المحفل سوف تجد طريقها إلى التنفيذ وإلى أن تصبح مشاريع حقيقية، ولا سيما أن منصة أريد في كل محفل تقدم لنا جملة من المشاريع العلمية المبتكرة والرائعة والمؤثرة، لنسهم جميعا في إنجاح هذه المشاريع خدمة للعلم والعلماء. وفي الختام لكم منا أطيب السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور طه أحمد الزيدي على هذه الكلمة نيابة عن الجهات الراعية للمحفل علمي الدولي 14. وبالمناسبة نهني الدكتور طه الزيدي على تقلده في حفل ختام النسخة الحضورية على وسامين كبيرين من منصة أريد، أولهما وسام عالم وهو أحق به وأجدر، والثاني وسام القيادة المجتمعية، فله منا كل التهاني والتبريكات، وهو أهل لذلك كما قلت. وحقيقة كانت له بصمات واضحة، وقد تقدم في النسخة الحضورية أيضا بالعديد من الأنشطة والمساهمات في إنجاح المحفل العلمي الدولي 14، أخيرها وليس آخرها كان تلاوة التوصيات ونتائج المؤتمر أو المحفل الذي قدمه في الحفل الختامي الحضوري. إذن أيها الحفل الكريم المشارك معنا في حفل ختام المحفل العلمي الدولي 14، لكم منا كل التحية، ونحن نقدم الكلمة
لمؤسس هذه المنصة، منصتنا جميعا منصة أريد الدولية العلمية. فأدعو الدكتور سيف السويدي رئيس التنفيذي لمنصة أريد العلمية لتقديم كلمته، وكذلك للإعلان عن المؤتمر أو المحفل العلمي الدولي الخامس عشر، فليتفضل. مشكور. شكرا جزيلا دكتور أحمد كسار الجنابي على حسن التقديم والعرافة لهذا الحفل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بأعضاء وخبراء وباحثين منصة أريد العلمية. وصلنا بحمد الله ومنته إلى اختتام فعاليات المحفل العلمي الدولي الرابع عشر. حقيقة استمرت الفعاليات لخمسة أيام متتالية بجلسات حضورية وجلسات إلكترونية. كانت مشاركات حقيقة قيمة بتخصصات متنوعة بين العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية. واستفاد حقيقة من هذه الجلسات المئات إن لم يكن الآلاف من الباحثين الناطقين باللغة العربية حول العالم، ممن دخلوا وشاهدوا وتابعوا معنا يعني هذه الجلسات، وبعضهم سيشاهدها لاحقا لأنها مسجلة وتبث على اليوتيوب وعلى صفحات الفيسبوك. وهذا يعني ما تميز به المحفل العلمي الدولي، أنه يعمل على التوثيق والتغطية لفعالياته ولأنشطته العلمية والاحتفاء بالعلماء والخبراء والباحثين. وحقيقة المحفل العلمي الدولي يعني فكرته فريدة، أنه يجمع تخصصات متنوعة في وقت وزمان واحد في بيئة واحدة حتى تتلاقح الأفكار، و يمكن أن تشكل مجاميع بحثية متنوعة من عدة تخصصات. فهذه فكرة المحفل العلمي الدولي، أن شخص في تخصص يجلس مع تخصص آخر يستمع منه، ويمكن أن يتعاون ويتشارك معه، فهو عبارة عن وعاء علمي يستوعب ما يمكن إنتاجه من قيم وأفكار وإنتاج علمي ومعرفي خاص بأعضاء منصة أريد، بل حتى يتعدى أعضاء المنصة إلى البحاث من خارج منصة أريد العلمية. تضمن المحفل العلمي الدولي أيضا معرضا مصغرا للكتب في نسخته الحضورية، تضمن بعض إصدارات منصة أريد، وأيضا إصدارات الأعضاء والمسابقات والتحديات التي أطلقتها المنصة. فكان هنالك مشاركات لكتب مطبوعة من منصة أريد، وكذلك من الجهات الراعية والشريكة لمنصة أريد. تم تدشين كتاب من دجلة إلى الدنيا، كتاب جديد متميز للأستاذ الدكتور يوسف عبد الله محمد، مع تقديم محاضرة حول أهمية تدوين سير العلماء. وكان هنالك حث على موضوع التوثيق للسير العلمية وتدوينها والاحتفاظ بها للأجيال القادمة، وضرورة زرع القيم ضمن طيات هذه السيرة. يعني دائما من الكتب التي تقرأ والكتب الأدبية هي أدب السيرة الذاتية، ف على الباحث يعني والمصلح والكاتب أن يوثق هذه السيرة مع توثيق للقيم وغرس القيم وبطريقة شائقة وماتعة وجميلة. أيضا كان هناك تدشين لكتاب آخر عن صناعة عصر الإنسان الرقمي. والكتب أنا أحمل هنا هذه الكتب، يعني لأن قبل قليل انتهينا من فعاليات المحفل العلمي الدولي، فهذا كتاب من دجلة إلى الدنيا بنسخته الورقية، وأيضا كتاب الآخر اللي هو صناعة عصر الإنسان الرقمي. أحمل معي نسخة الآن، نسخة حقيقية مطبوعة بنسخته العينية، ما أعرف يمكن في بلير على هذا النسخة من الكتاب، كتاب صناعة عصر الإنسان الرقمي. فحقيقة هذه الكتب والكثير أيضا من الكتب، بعض المشاركين كان لهم أيضا بعض المؤلفات شاركوا بها في المعرض، وحضر الكثير من الباحثين مع بعض البوسترات والملصقات العلمية حول مشاريع منصة أريد العلمية. كذلك القرية العلمية، كان هنالك موكب في داخل المعرض أشبه بالمجسم الصغير للقرية العلمية وما تتضمنه القرية العلمية. نعم، أيضا حقيقة تم إطلاق وتعزيز مشاريع المنصة التي نعمل عليها، يعني كانت ضمن المشاريع جامعة أريد الدولية للدراسات العليا، وأخذت الحصة الأكبر في الترويج والتعريف وكذلك المناقشة كجامعة بحثية، وأهمية الجامعات البحثية ودورها في المجتمع. أيضا وقف الذكاء الاصطناعي، تكلمنا عن الوقف وما يقدمه من خدمات بما يخص موضوع الذكاء الاصطناعي، واستقطبنا بعض الخبراء بهذا المجال مع بعض المؤسسات الراغبة بالتعاون مع الوقف كفكرة رائدة وفريدة لتفعيل دور الوقف العلمي في
المجتمع. أيضا كان هنالك مشاركة للقرية العلمية وتعريف القرية العلمية وبعض المشاركات والمداخلات حول أهمية إيجاد بيئة تحتضن الأفكار البحثية وتهتم بموضوع التصنيع. فتكلمنا عن القرية العلمية وذكرت أنه كان هنالك مجسم صغير للقرية العلمية في المعرض العلمي الذي أقيم. أيضا تم إطلاق منصة أبناء العلماء، هذه منصة التي تعنى بفئة اليافعين من العلماء والخبراء والباحثين، فئة 12 إلى 18 بمساقات متنوعة، منها الباحث الصغير والمهندس الصغير والطبيب الصغير والذكاء المالي. فتناقشنا حقيقة وتباحثنا حول المنهج، فالمنهج الأفضل الذي يمكن أن يعطى لليافع حتى يحدد مستقبله ومسيرته المستقبلية وفق التغيرات التي يعني نلاحظها ونشهدها. تكلمنا حول أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك، وكان هناك حقيقة اهتمام واحتفاء بهذه الأكاديمية، ويعني مناقشة أن التمكين في الأرض لم يكن هناك تمكين في السماء. فحقيقة أيضا كانت الأكاديمية يعني حاضرة في فعاليات المحفل العلمي الدولي. أيضا حقيقة الاحتفاء بالباحثين، يعني من أهداف منصة أريد العلمية ومحفلها أنها تحتفي وتحتفل وتبرز دور العلماء والخبراء والباحثين. فتم إطلاق النسخ العينية من الأوسمة الهامة في المنصة، الأوسمة القيادية. كان هنالك تكريم لمجموعة من الأساتذة والعلماء والخبراء بأوسمة عينية، منها وسام عالم. هذا الوسام كان يعطى بالنسخة الإلكترونية سابقا، ولكن الآن يعني منح لمن يستحق هذا الوسام، لبضع شخصيات تستحق هذا الوسام بنسخته العينية. وأنا أيضا هنا في عندي هذه النسخة، هنا في هذه نسخة الوسام بنسخته العينية، نسخة وسام باحث العالم، نسخة وسام عالم. أيضا وسام آخر اسمه المسؤولية المجتمعية، هذه النسخة العينية من وسام المسؤولية المجتمعية، وأيضا وسام القيادة العلمية، وهذا وسام آخر وثالث عن القيادة العلمية. فحقيقة منحت هذه الأوسمة الرئيسية مع وسام باحث مبادر طبعا لمن كان يستحق، قد حصل على الوسام ولم يأخذ هذا الوسام، فمنح هذا الوسام لمن يعني شارك وكان قد حصل على الوسام سابقا، فمنح وسام الباحث المبادر. أيضا حقيقة من الأمور الهامة أنه يعني نعلن عن انعقاد المحفل العلمي الدولي 15 بإذن الله تعالى بجامعة صحار في سلطنة عمان في 4 من ديسمبر القادم. إذا المحفل العلمي الدولي 15 سيكون بإذن الله تعالى مستضافا من قبل جامعة صحار في سلطنة عمان في هذا العام. فحقيقة هي دعوة مفتوحة للعلماء والخبراء للمشاركة من الآن بإعداد ملخصاتهم وأبحاثهم والتجهيز للحضور، وسيعلن بشكل عاجل جدا، لأنه حقيقة فقط سيتاح لنا بضعة أيام لتقديم الأسماء للحصول على الموافقة للمشاركين من الخارج بالتحديد. فهنالك يجب أن نعمل على تقديم الأسماء قبل 3 أشهر من وقت انعقاد المحفل العلمي الدولي. فخلال الأيام القادمة سيعلن عن المحفل، وأرجو يعني سرعة المشاركة فيه، لأن كما ذكرت الأسماء يحتاج أن تقدم قبل 3 أشهر للموافقات والإجراءات الرسمية والبروتوكولية من دولة سلطنة عمان. نعم، فحقيقة أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الجهات الراعية التي دعمت المحفل العلمي الدولي بنسختيه الحضورية والإلكترونية. كان لها الدور حقيقة الكبير في دعم المحفل لوجستيا وعلميا وماليا، و حقيقة يعني سر من أسرار نجاح المحفل العلمي الدولي أنه قد يعني دعم من هذه المؤسسات، ولاقى نوع من الترحيب والحفاوة في العراق، وخاصة أن عدد الأعضاء في العراق قد تجاوز 30,000 عالم وباحث وخبير من أصل 120,000 باحث مسجل في المنصة. فكان هنالك احتفاء بهذه المنصة العلمية وبأنشطتها وباحثيها من قبل الجامعات العراقية. وطبعا أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل اللجان التي كانت تشتغل ما وراء الكواليس، وفريق العمل وفريق التطوع العلمي الذين كانوا قد يعني ساهموا حقيقة بإنجاح فعاليات المحفل العلمي الدولي.
أتقدم بالشكر الجزيل إلى الرئيس التنفيذي للنسخة الحضورية الأستاذ المساعد الدكتور جمال عبد ناموس على جهوده القيمة، كذلك الرئيس التنفيذي للنسخة الإلكترونية الأستاذ المساعد الدكتور هند حسين عبيد على جهودها التنظيمية والتواصلية والتنسيقية مع الجامعات ومع الباحثين. كذلك للجنة التنظيمية المحفل العلمي الدولي الأستاذة صفا محمد علي، كذلك الأستاذة أرزو محمد، وكذلك الأستاذ حارث الجنابي والأستاذ محمد منصور العاني، حقيقة على جهودهم القيمة بإنجاح فعاليات المحفل العلمي الدولي. كل الشكر للدكتورة مريم قيس على حسن الإدارة والتواصل مع الفريق، كذلك لفريق منصة أريد الذي يعمل ما وراء الكواليس الأستاذ عدنان قلعتشي كان له دور كبير أيضا، الأستاذ عبد البردان مصمم المنصة والفن، هذا الشخص الفنان الشاب الفنان الذي هذه التصاميم الرائعة دائما نشاهدها من 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 تصميم الأستاذ عبد البردان، هذا الشاب المبدع كل التوفيق له. الأخ معاذ عبد الرحمن المسؤول عن الأمور اللوجستية والتواصل مع الباحثين، والأستاذة مها شرف والأستاذة نورة أيضا كان لها دور كبير. فحقيقة الأسماء كثيرة وأعتذر يعني لا أستطيع أن أذكر جميع الأسماء، ولكن حقيقة كل الحب والتقدير لهذه الجهود القيمة، ونسأل الله أن يكتب يعني ما قاموا به من جهود في ميزان الحسنات. حقيقة بارك الله بجميع من ساهم، بارك الله الجهود وسدد الخطى، ونلتقيكم بإذن الله تعالى بالمحفل العلمي الدولي القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للدكتور سيف السويدي على هذه الكلمة وعلى هذه الجهود وعلى هذه النجاحات وعلى هذه الأنشطة على مدار العام حقيقة، ومنصة تريد تبدع وتقدم المزيد من العطاء العلمي الثري للباحثين والخبراء والعلماء العرب والباحثين والناطقين بالعربية. حقيقة انضم إلى منصة تريد كوكبة جديدة من الجامعات والكليات التي وقعت في النسخة الحضورية اتفاقيات تفاهم ومذكرات تعاون حضرها عمداء الكليات وممثلين عن رؤساء الجامعات، فكانت حقيقة بهذه النسخة شهدنا انضمام كوكبة جديدة. في مقدمتهم كانت جامعة النور في العراق الأهلية وكلية المعارف الجامعة في العراق أيضا وكلية الإمام الأعظم في العراق، وكذلك تمت توقيع اتفاقية بين منصة تريد ومركز وثاب للتدريب الهندسي والتنمية البشرية في السودان، وتوقيع اتفاقية منصة أريد وكلية ابن خلدون الجامعة أو ابن خلدون بفتح الخاء، وأيضا بين منصة أريد والجامعة الإسلامية في كيرلا بالهند، وتوقيع اتفاقية منصة أريد بين منصة أريد وكلية الإمام الأعظم في العراق. فحقيقة انضمام هذه الكوكبة الجديدة إلى المنصة وإلى المحفل هو أيضا يعني من النجاحات التي حققتها هذه النسخة الحضورية، وشهدنا جميعا التوقيع الحي على هذه الاتفاقيات وهذا الحضور وهذه المشاركة وهذا الدعم المادي والمعنوي للمنصة وللمحفل الذي حقيقة أسهم في إنجاحه هذه النسخة. فشكرا لرؤساء الجامعات، وشكرا لعمداء الكليات، وشكرا لكل من حضر وساهم عن قرب أو عن بعد، المهم أنه تلقى هذه المشاركات بكل يعني تميز، والإعلان المرتقب والقريب إن شاء الله في قبل آخر هذه السنة في سلطنة عمان للمحفل العلمي الدولي الخامس عشر بحضوركم يزدان بإذن الله تعالى. ننتقل إلى فقرة مهمة وهي فقرة منح أوسمة، منح أوسمة منصة أريد العلمية، حيث لدينا أولا وهو أعلى وسام، وسام عالم، أرفع وسام تمنحه منصة تريد للعلماء الأساتذة الذين لديهم مدرسة علمية متميزة مشهود لهم بالكفاءة تتخطى حدود القطر إلى مختلف البلدان. فكان الحقيقة الوسام تقلده أولا سعادة الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله محمد، له منا كل التحايا والتبريكات
على هذا التقليد وهذا الوسام الرفيع من منصة أريد العلمية الدولية الذي يمنح لشخصية طبعا معروفة، وقد دشن كتابه القيم من دجلة إلى الدنيا في الحفل الختامي، وكتاب قيم أنصحكم باقتنائه، فهو تجربة في السيرة الذاتية المعاصرة بموضوعات شائقة وماتعة من فهرسها وعناوينها وعنواناتها على الجمع الأصح الجذابة. وأيضا منح الوسام الثاني وسام عالم أيضا إلى سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وهو أيضا شخصية مرموقة لها منا كل التقدير والترحيب، وكل حقيقة ما يميزها، وهو مرتبط بعلم الفلك، وهناك تعاون في مجال الفلك والفضاء مع منصة أريد كما أعلن عنه سابقا، فهذا أيضا من المبشرات في لأنشطة منصة أريد وتوسعها في الاهتمامات الدولية والعالمية والتقنية. الوسام الثالث حقيقة لأستاذ الجيل سعادة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي علم العراق حقيقة في مجال اللغة والنحو والبيان والإعجاز القرآني واللمسات البيانية. طبعا نسأل الله له في هذه اللحظات الشفاء العاجل يعني والقوة إن شاء الله وطولة العمر وحسن العمل، لأنه حقيقة قدم الكثير لما فيه خير للغة العربية وللقرآن الكريم، فأيضا جاء من يمثله وأخذ في النسخة الحضورية هذا الوسام، وبعض الإهداءات من كتب منصة أريد ستصله بإذن الله، فهو حقيقة شخصية مرموقة وجديرة بالتكريم والتقدير في هذه المناسبة العطرة، وخاصة في النسخة التي تعقد في العراق حاليا. الآن أيضا بقي وسام واحد، وسام عالم ذهب إلى سعادة الأستاذ الدكتور أياد هاني العلاف أيضا، وهو من الشخصيات العلمية المرموقة والذي يستحق وفق معايير منصة أريد لمنح هذا الوسام وسام عالم للسعادة الدكتور أياد هاني العلاف، فتهانينا له وتبريكاتنا الحارة بتقلده هذا الوسام. ننتقل الآن إلى الوسام القيادة العلمية، وهو أيضا وسام سنوي يمنح من قبل منصة أريد لمن يستحق من القيادات العلمية لتميزه في قيادة المؤسسة العلمية وتحقيق إنجازات مؤثرة في الحركة العلمية تحفيزا لمزيد من الارتقاء بالعطاء للمؤسسات العلمية والبحثية في العالم. وهنا أيضا لدينا مجموعة وكوكبة من الذين استحقوا وفق معايير منصة أريد. أولا عندنا سعادة الأستاذ الدكتور ياسين طه الحجار رئيس جامعة النور، فتهانينا له أيضا. وأيضا سعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام أحمد مويكال رئيس الجامعة الإسلامية في كيرلا الهند. وأيضا وسام القيادة المجتمعية إلى سعادة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الملك السعدي عميد كلية المعارف الجامعة، وقد شرفنا بحضوره في هذه النسخة الحضورية. وأيضا شهدنا اليوم حضور سعادة الأستاذ الدكتور صلاح الدين فلي حسن عميد كلية الإمام الأعظم الجامعة وحصوله على وسام القيادة العلمية، وقد شرفنا أيضا بالحضور في النسخة الحضورية، فله منا كل التحية والتقدير على هذا الوسام وهو أهل له. وأيضا سعادة الأستاذ دكتور قصي موسى جعفر عميد كلية ابن خلدون الجامعة أيضا ضمن الحاصلين على وسام القيادة العلمية. وبهذا تكون هذا وسام القيادة العلمية قد منح لهذه الشخصيات، وهم يتبوؤون مراكز قيادية عليا في مؤسساتهم العلمية والتعليمية الرائدة في عالمنا اليوم. لدينا وسام آخر وهو وسام المسؤولية المجتمعية. وسام المسؤولية المجتمعية أيضا وسام يمنح من قبل منصة تريد لمن يستحق من العلماء والخبراء والباحثين في التخصصات المختلفة لعطائه الثري في مجالات الخدمة المجتمعية ومشاركته في أعمال تطوعية من شأنها الارتقاء بالمجتمع وخدمة الإنسان. وهذا الوسام ذهب في هذه الدورة وهذه
المرة إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم المحسن، والوسام الثاني إلى الأستاذ المساعد الدكتور عمر قتيبة الليلة، وأيضا لسعادة الأستاذ المساعد الدكتور جمال عبد ناموس، وأيضا إلى سعادة الأستاذ الدكتور عماد ناجي رشيد الهاشمي، وأيضا جاءنا طبعا من أمريكا حاضرا في النسخة الحضورية، والدكتور أيمن عثمان أوغلو من سوريا، والأستاذ المساعد الدكتور منذر سمين شكر، والدكتور معلم وجاية، والدكتور محمد سليم محمد، والدكتور رغد، الدكتورة رغد غالب السلطان، والدكتورة إيمان الخفاجي. هؤلاء الذين استحقوا حقيقة وسام المسؤولية الاجتماعية ضمن رؤية أريد لتقديم هذه الأوسمة لمن يستحقها ولمن قدم خدمات جليلة في مجال المسؤولية المجتمعية، وهذا جزء من خدمة المجتمع والإسهام في تميزه. وصلنا الآن أيها الحضور الكرام إلى البيان الختامي والتوصيات، وأدعو الأستاذ المساعد الدكتورة أميرة زبير سمبس، أستاذ فقه اللغة المشارك في جامعة أم القرى سابقة، ورئيس قسم الترجمة والتدقيق اللغوي في منصة أريد العلمية، لقراءة البيان والتوصيات، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيان الختامي للمحفل العلمي الدولي 14. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي مدينة إربيل عقدت منصة أريد العلمية للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية محفلها العلمية الدولي 14 الموسوم الجامعات ودورها في التنمية المستدامة على مدى 5 أيام متتالية من 8 إلى 12 من شهر يونيو تموز 2024 الموافق من 2 إلى 6 من شهر محرم الحرام 1446 هجرية، بنسختين حضورية في قاعة فندق دارين بلازا في مدينة إربيل، ونسخة إلكترونية، وبمشاركة نحو 35 جامعة ومركزا بحثيا وجمعية علمية، وتسجيل أكثر من 5414 باحثا وخبيرا وأكاديميا ناطقا بالعربية على امتداد العالم بأسره، وبرعاية جامعة الجيهان والجامعة العراقية وكلية المعارف وكلية الإمام الأعظم الجامعة وجامعة النور وجامعة الكرخ للعلوم وجامعة العين وجمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية وجمعية علوم الحديث ومؤسسة حباء للتنمية المستدامة. تضمن المحفل العديد من الفعاليات العلمية، وفي مقدمتها 9 مؤتمرات علمية دولية، وهي المؤتمر الدولي 12 للمخطوطات والوثائق التاريخية، والمؤتمر الدولي 15 للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية، والمؤتمر الدولي 14 للاتجاهات المتقدمة في الدراسات الإسلامية بالتعاون مع جمعية علوم الحديث، والمؤتمر الدولي 14 للاتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية، والمؤتمر الدولي 14 للتنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي 9 لقياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق، والمؤتمر الدولي 9 للإعلام الرقمي وصناعة الوعي الجماهيري بالتعاون مع جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية، والمؤتمر الدولي 9 للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة. ألقيت فيها نحو 90 بحثاً علمياً، اختيرت من بين 124 بحثا وصلت إلى اللجنة العلمية، وقد توزعت على 16 جلسة بحثية حضورية وافتراضية بخاصية القاعات المتوازية، فضلا عن عقد 15 محاضرة علمية وأربع ندوات علمية. كما ضم المحفل طيفا واسعا من ضيوف الشرف
توزعوا بين رؤساء جامعات ومساعديهم وعمداء كليات وعدد من الشخصيات العلمية المرموقة ورؤساء عدد من المؤسسات الإعلامية والعلمية. ولا يسع المنصة بأمانتها العامة وهيئتها الاستشارية العليا ومجلس إدارتها في ختام هذا المحفل الكبير إلا أن تثني باحترام وتقدير عاليين للجهود الطيبة التي بذلتها الجامعات الراعية، ولا سيما رؤساء هذه الجامعات والجهات الراعية ورؤساء الجلسات والباحثون والمحاضرون في الندوات والمحاضرات والهيئات الاستشارية والتنسيقية والتنفيذية والكادر الفني والتقني التي أسهمت جميعاً في إنجاح هذه التظاهر العلمية الكبيرة التي نفذت حضورياً وإلكترونياً. وفي ضوء هذه الفعاليات العلمية بشأن تعزيز أهداف التنمية المستدامة، خرج المشاركون في هذا المحفل بالنتائج والتوصيات الآتية: أولاً، إصدار كتاب تعريفي يضم وقائع المحفل العلمي الدولي 14 بنسختين مطبوعة وإلكترونية. ثانياً، نشر البحوث المميزة في مجلات علمية مصنفة في سكوبس ومجلات منصة أوريت الدولية المحكمة. ثالثاً، مخاطبة الجامعات الناطقة باللغة العربية بمخرجات المحفل للإفادة منها في رعاية النخب العلمية والارتقاء المعرفي لتطوير المجتمعات المعاصرة. رابعاً، ضرورة الاهتمام بقضايا المجتمعات العربية والإسلامية في مخرجات الجامعات والفعاليات العلمية الدولية. خامساً، دعوة المؤسسات والجهات العلمية إلى رعاية مشاريع منصة أريد العلمية، ومنها منصة أبناء العلماء، منصة العلم للجميع، أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك، القرية العلمية، وقف الذكاء الاصطناعي. سادساً، إطلاق مشروع جامعة أريد الدولية للدراسات العليا. سابعاً، تبني مشروع موسوعة أريد للجامعات التواصلية. ثامناً، التوصية بإصدار مجلة علمية تعنى بقضايا التنمية المستدامة. تاسعاً، التواصل الفعال مع الجامعات لدعم مشاريع المجامع البحثية للارتقاء بالبحوث البينية خدمة لمجتمعاتنا وتعزيزاً لأهداف التنمية المستدامة. عاشراً، تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لضمان الوصول العادل والشامل للتقنيات التعليمية. 11، تؤدي الجامعات دوراً متميزاً في إنتاج المعارف والمشاريع العلمية والتقنية المتصلة بقضايا المجتمع والتنمية المستدامة. 12، تسهم الجامعات والمؤسسات العلمية والإعلامية في نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتعزيز ثقافتها بين أفراد المجتمع عن طريق برامج التوعية والتعليم المستمر. 13، نوصل الجامعات بالمبادرة إلى تطوير برامجها ومناهجها وأنشطتها لتصبح أكثر انسجاماً مع مبادئ التنمية المستدامة لأنها بيئة الإصلاح المنشود. 14، على صناع القرار في دولنا العربية والإسلامية العناية بمخرجات الجامعات ومنتجاتها الابتكارية ومخترعاتها وجعلها ذات قيمة اقتصادية أو خيرية لصناعة مستقبل أفضل لفئات المجتمع. 15، لمصادر التشريع الإسلامي سبق في العناية بمجالات التنمية المستدامة وسنها أحكاماً لحماية البيئة ومنع الاعتداء على مقدراتها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة. 16، تزخر الشريعة الإسلامية بصيغ التمويل الخيري التي تعمل على تحقيق الاستدامة وفي مقدمتها الزكاة والصدقات. 17، تعد الأوقاف من الصدقات الجارية ومن أوائل المشاريع المستدامة التي أسهمت في معالجة كثير من المشاكل والتحديات التي تواجه الأفراد والمجتمع. 18، يسهم الإعلام الرقمي وصحافة البيانات والاتصال الأخضر في نشر الوعي الجماهيري بضرورة التفاعل الإيجابي مع متطلبات الأمن الغذائي والمائي والبيئي والنفسي. 19، توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة والتنبؤ المبكر بالكوارث والجوائح. 20، العناية بتدوين سير العلماء
وتوثيق إنجازاتهم وإسهاماتهم العلمية في شتى الوسائل الإعلامية والرقمية، تعزيزاً لمبدأ التربية بالقدوة العلمية. وفي الختام، يسرنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى جمهورية العراق وحكومة إقليم كردستان العراق والجامعات والكليات والمؤسسات الراعية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. والشكر موصول للباحثين والمتحدثين الذين قدموا أبحاثهم وألقوا المحاضرات العامة، والخبراء الذين قاموا بإدارة الجلسات، والحضور الكرام لجلسات المؤتمرات، وإلى الفريق الفني وكادر المنصة الذي عمل على تأمين قاعات الجلسات والأمور الإدارية والتقنية الأخرى. كما نتوجه بخالص الدعاء إلى الباري عز وجل أن ينعم على أمتنا وشعوبنا بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار والنماء، وأن يحفظ أهلنا في غزة الصمود وفي السودان، ويطفئ نار الحرب والفتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاركون في المحفل العلمي الدولي 14 إربيل، الجمعة 6 محرم 1446 هجري، 12 يوليو تموز 2024 ميلادي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة أميرة سمبس على هذه التوصيات وعلى هذه قراءة نتائج ختام المحفل العلمي الدولي 14. أيها الإخوة، بينما نستعد لأخذ صورة جماعية تذكارية كما أخذنا في النسخة الحضورية طبعا في فندق الذي عقد فيه المؤتمر، أدعوكم إلى التهيؤ بفتح الكاميرا أو وضع الصور لالتقاط صورة جماعية، بينما يقوم الفريق الفني بتهيئة هذه المادة وهذه المشاركة. فابقوا معنا رجاء لكي يقوم الأخوة في الجهات الفنية بأخذ صورة، بينما تظهر الآن الصور أمامي. نرجو أن تمتلئ هذه الشاشات بفتح الكاميرات لو تكرمتم، حتى تزدان وتزداد الصورة بحضوركم، ولا بأس بتعديل وضعية الكاميرا حتى تخرج وجوهكم الكريمة يعني كما بصورة تليق بكم وبمشاركاتكم جميعا. وحقيقة الشكر لكم على هذا الحضور أينما كنتم، يعني بمشاركة النسخة الإلكترونية الداعمة والمؤازرة والمساندة بالوقت نفسه للنسخة الحضورية. سعداء بالمشاركتين معا، وعدد يعني لا بأس به شارك حضوريا وإلكترونيا، فأيضا التحية لهم. وفضلا عن التعليقات الكريمة والكلمات الطيبة والدعوات المباركة التي تصل إلى شات أو دردشة هذا الموقع في الزوم، فقد قرأت جميعا، واللجنة يعني تحتفظ بنسخة منها لأخذ الفكرة والمقترحات والانطباعات عن هذه المشاركات. ولا شك أن لديكم كلمات كثيرة، ولكن لضيق الوقت حقيقة لم نستطع أن نتلقى هذه المداخلات، لكن في الأنشطة المقبلة بإذن الله. رابط تسجيل الحضور طبعا سيوضع للتسجيل تكرما. ما زالت الصور الكريمة تظهر أمامي، وما زال الأخوة في الدعم الفني يلتقطون المشاركات ويلتقطون هذا الحضور في النسخة الإلكترونية، يعني الذي من بدأنا للآن في أكثر من 250 مشارك ومشاركة من جميع أنحاء العالم طبعا، ونحن نتلقى هذه المشاركات وهذا الحضور وهذا الوجود الداعم في المحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية. الوعد إن شاء الله في جامعة صحار كما بين رئيس التنفيذي للمنصة سعادة الدكتور سيف السويدي، وعمان تزار بلدة طيبة حقيقة وأهلها أطيب، ومن البلدان الخليجية التي يعني
يشهد لها باهتمامها بالعلم والعلماء والزوار والضيوف الكرام. فهذه الدعوة من منصة أريد اليوم للاستعجال بتهيئة الملخصات وترتيب الأمور الفنية والإدارية للسفر لهذا البلد واللقاء بكم جميعا. هذه الفكرة وهذا هو الأمل، أن نلتقي عن قرب كما التقينا اليوم في أربيل عاصمة كردستان العراق. شكرا لمن حضر، شكرا لمن قدم بحثا، شكرا لمن أدار جلسة، شكرا لمن حقيقة أشرف أو اشترك وتطوع في اللجان كافة لإنجاح هذه النسخة الإلكترونية أو الحضورية التي قدمت هذا العام في نسختها 14. كلنا فخر بهذه المشاركات وهذا العدد الذي يزداد ما شاء الله بالباحثين والعلماء والخبراء من الجامعات، وهذه الجامعات الجديدة والكليات التي تنضم إلى منصة تريد موسما بعد موسم ومحفلا بعد محفل ونشاط بعد نشاط لتوقيع الاتفاقيات التعاون لارتقاء بواقع البحث العلمي خصوصا والمؤسسات التعليمية والعلمية في عالمنا العربي والناطق بالعربية. لا نأخذ من وقتكم الكثير، نشكر كل من حضر ونشكر كل من ساهم، ونشكر حقيقة لدينا ممكن 5 دقائق لأخذ بعض المداخلات، إن سمح الوقت، فمن شاء من الأخوة الذين معنا بالصوت والصورة والفيديو أن نستقبل كلماتهم في هذه المناسبة، لا بأس من مشاركة الجمهور بكلماتهم. فمن يرغب برفع اليد حتى يقوم الأخوة في الفنيين بإتاحة الصوت له. دكتورة محاسن إدريس الهادي، أول المبادرات، تفضلي بإيجاز حتى نأخذ أكثر من في حدود 5 مداخلات. نعم، تفضلي دكتورة محاسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر لكم والشكر موصول للقائمين على هذا الجهد الكبير، وفي الحقيقة أنا مسرورة جدا جدا في خلال العام بهذا الجمع الفكري وهذا العقل الجمعي الفكري للعلماء. وبس لدي طلب ومقترح خاص. تفضلي. يا ريت تكون في جانب بتاع ترجمة باللغات العامة، خاصة اللغة الإنجليزية. دي حاجة. والحاجة الثانية، أنا أدعو إنه القائمين على جامعة منصة أريد القادمة والحلم القادم كلنا نحن بنصبو له، إنه يكون في مكتبة إلكترونية. يا ريت المكتبة تجمع كل البحوث وكل الجهود العلمية والفكرية من مختلف الأساتذة. يا ريت، لأنه عندنا كباحثين مسألة المراجع الفكرية دي ضرورية جدا جدا. وشكري للقائمين على الأمر وعلى الدكتور سيف، وشكرا لكم كلكم. ودائما أنا أرحب بهذا الجمع الفكري. ويا ريت يا ريت دائما تواكبونا بكل جديد، بإذن الله. سواء كان منشورات أو في إشعارات أو في أي حاجة، ونحن جاهزين لتقديم كل المقترحات وكل المداخلات في كل المحافل. وشكرا لكم. شكرا لك دكتورة محاسن، وانتقل للدكتور أحمد بن مصطفى راجع. تفضل دكتور بإيجاز لو تكرمت. شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك، تحية خالصة لك من الجزائر، وتحية خالصة للأستاذ سيف السويدي وكل الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة، سواء كانت حضورية أو إلكترونية. أريد فقط أن أشكركم وأتمنى أن تواصلوا في هذا الجد، وجزاكم الله خيراً، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأمتنا الخير والتوفيق، وفلسطين دائماً إن شاء الله منارة الأمة وموطن النصر والفتح المبين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لهذه الكلمات الطيبة. ومعنا الدكتورة سعاد عزت، تفضلي دكتورة.
دكتورة سعاد، إذا تمكنت من فتح الصوت. سامعني نعم حضرتك؟ نعم نعم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله تحية كبيرة جدا لكل القائمين على المحفل العلمي، وتحية خاصة لحضراتكم. وبصراحة أنا ما كنتش متوقعة المستوى الراقي ده من التعامل معاكم، لكن أنا سعيدة جدا بالتعامل معاكم لأنه فعلا مستوى راقي، وأنا اتعلمت كتير قوي من الورش العلمية اللي كانت موجودة. وأتمنى أكون معاكم إن شاء الله في المحفل العلمي القادم في عمان، والله وأتمنى لكم كل التوفيق والتميز والتقدم والازدهار والتطور. ألف شكر لكل القائمين. شكرا يا فندم. شكرا يا دكتورة سعاد عزت على هذه الكلمات وعلى هذه النية إن شاء الله، ونلتقيكم قريبا. دكتورة نشوان السومحي تفضلي. دكتورة نشوى تمكني من فتح الصوت. نعم تفضلي. السلام عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. مش في الصوت. اليمن. نعم أستاذ إيه تفضل. معاك في الجديد من أكثر. الصوت واضح؟ والله ليس واضحا لكن ألو؟ حاولي. نعم. نعم تفضلي. أستاذ إيه معاك في أكثر من تقريبا. ممكن. العديد من الندوات والمشروعات وهذه كلها كانت فائدة علمية اكتسبناها. نعم شاكرين لكم هذا التميز الرائع، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. المرة القادمة بإذن الله نكون حاضرين ومشاركين في المحور القادم بإذن الله بإذن الله. تعالى. جزيل الشكر عظيم الاهتمام، لا يوفي حقكم بصراحة، لكن نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. دعواتنا لإخوتنا في كل مكان، آمين. الدول التي لا تحظى بالسلام الدائم الثابت آمين. في دول بإذن الله يكون الحال القادم أحسن وأحسن. تعالى سواء كانت في السودان اليمن العراق في الدول العربية آمين. الإسلامية أو دولة في آمين. منطقتنا الإسلامية بكافة العالم، في جميع ما شكرا. يحدث هذا من منظور التنمية في السودان. شكرا شكرا لك دكتور. جزيلا بارك وبارك الله الله فيك. إمامكم. شكرا. مشكورة. شكرا دكتور نشوى. بارك الله فيك على الكلمات. والدكتورة لويزا نعيمي أبو صالح تفضلي. دكتورة تمكني من فتح الصوت رجاء. أي. السلام عليكم. سلام الله وبركاته. الصوت مسموع من نعم فضلكم؟ جدا واضح. نعم تفضل. وعليكم في البداية أحييكم جميعا، وأتمنى لكم عام سعيد هجري يعني لنا والأمة الإسلامية قاطبة. أشكركم جزيل الشكر على هذا التقديم الرائع والمميز، ومألوف طبعا على العراق العريقة والمعروفة والغنية يعني التعريف بالعلم والمعرفة. والحمد لله أن الدول العربية كلها مهد العلم والمعرفة والتقدم والازدهار، ونريد أن تتكرر مثل هذه التظاهرات كي نقدم الفرصة لشبابنا العربي كي يشارك في مثل هذه المحافل الدولية القيمة، كي يعتبر ويعني يشهد على أن الدول العربية قوية وستقدم له الكثير، ويقلع عن بعض الظواهر وفكرة الهجرة إلى الدول الأجنبية لأن ما في من مثل الوطن. وتحياتي وتقديم ديري لكل مشارك بورقة بحثية أو تدخل أو محاضرة قيمة، كلها يعني ما شاء الله يعني أطروحات يعني قيمة ومميزة. طبعا أحييكم من أرض الشهداء الجزائر حياكم. العريقة، وتحية للجميع ولكل الدول العربية الشقيقة. حفظكم الله ورعاكم، سدد إلى الخير وخطاكم إلى ملتقى أو محفل دولي، ولما لا لم يعقد لم نعقد يعقد هذا المحفل الدولي المقبل أو بعد المقبل في الجزائر. إن أهلا شاء الله. وسهلا بالجميع، بكم بكل صدر رحب. تحياتي واحترامي وتقديري للجميع، كل باسم ومقامه ولقبه الشريف. إن شاء الله. شكرا دكتورة على هذه الكلمة وعلى هذه الدعوة لعقد المحفل في الجزائر، وإن شاء الله منصة تريد تنسق مع الوزارة ومع الجهات الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية
وبلد الجزائر غني بمثل هذه الأنشطة. دكتور جميل، لعلك طلبت كلمة، تفضل قبل أن نختم. تفضل دكتور جميل الخيان، لو تتمكن من فتح الصوت. نعم تفضل. السلام عليكم أستاذ أحمد عليكم السلام رحمن. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نجاح هذا المحفل الحمد لله حضوريا وإلكترونيا. الحمد لله. الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الإنسان على الوصول إلى طريق النجاح، نعم وكما حققناه هذا اليوم في أربيل حضوريا وإلكترونيا. نعم الوصول للنجاح يعطينا شعورا رائعا، خاصا بدءا من الدكتور سيف السويدي وأعضاء المنصة جميعا، فبارك الله بكم جميعا ولنا الحضور في إن شاء الله. بس دكتور أحمد، نعم أريد أقدم اقتراح لحضراتكم تفضل. في حفل اختتام أعمال المحفل الدولي 14 والنجاح الذي حققه المحفل، أقترح لحضراتكم ما يلي: العمل على إصدار هوية ملونة لكل أعضاء المنصة لغرض جعل هذه الهوية هوية مجتمعية. هذه الهوية تثبت وتحدد مكانة المنصة في المجتمعات العالمية العربية والإسلامية، ولكم الشكر والتوفيق مستقبلا إن شاء الله. شكرا دكتور جميل على هذا المقترح، والمنصة تسمعك، والإدارة التنفيذية والأمانة العامة معنا، والهيئة الاستشارية إن شاء الله. مقترح في يعني وجيه حقيقة، ويستحق كل عضو هذه الشهادة. وما منصة تريد إلا آيدي كما يقال، هوية بحثية للباحثين العرب والناطقين بالعربية. شكرا لك مرة أخرى وأخرى. لعلنا قبل أن نختم نذهب إلى الدكتور إبراهيم إلياس. تفضل دكتور إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية نتوجه بالشكر للإخوة في منصة أريد، ونبارك لي هذا النجاح العظيم في هذا المؤتمر وما سبقه. وفي هذه اللحظات يعني ندعو للسودان إن شاء الله أن يعين فيه الأمن والأمان، آمين. ولأهلنا في فلسطين كذلك إن شاء الله. ونرحب بكم إن شاء الله يعني في العام القادم بإذن الله في جامعة الصحار حريقة بإذن الله تعالى. شكرا دكتور شكرا على لكم. هذه شكرا. الدعوة، وهذه دعوتان وصلت إلى منصة تريد إن شاء الله، والخير قادم. ومنصة تريد تستحق كل الدعم لأنها أتمنى. قائمة بهذا الجمع العلمي المبارك للعلماء والباحثين والناطقين بالعربية. أخيرا نختم بالدكتورة نوال صديق، فلتتفضل مشكورة. دكتورة نوال، لو تتمكني من فتح الصوت. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية شكرا لكم على الإنجاز هذا الذي حققتموه اليوم. اليوم ملاحظتين أو طلب، يعني أول طلب بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، فيا ريت أنتم عملتوا بادرتوا في بالنسبة لطلاب عندكم في العراق، أعطيتوا لهم تخفيض، فيا ريت تكون للكل وليس فقط للدولة المضيفة تخفيض الرسوم. هذا أولا، خاصة لطلاب الدراسة العليا. الحاجة الثانية، أتمنى أنكم تعملوا مجموعات بحثية ومن خلاله يتم عمل مشترك أو مشاريع بحثية يساهم فيها أعضاء المنصة كامل، يعني نعم. بحسب التخصص. وشكرا لكم. شكرا دكتورة على هذا المقترح، وإن شاء الله أيضا المنصة تسمع هذا المقترح وتأخذ به في عين الاهتمام في النسخ والمحافل الدولية. وطلبة الدراسات العليا يستحقون منا طبعا هذا التخفيض وهذا الدعم المادي والمعنوي تشجيعا لمشوارهم العلمي حتى يكتمل بنجاح وتفوق وتميز. أخيرا وليس آخرا، أجدد شكري لكم جميعا أيها الحضور، وعلى أمل لقاء بكم، لا نقول إلى المحفل العلمي الخامس عشر، وإنما ما بينهما من محاضرات وورش عمل وفعاليات وأنشطة علمية تقدمها لنا منصة أريد من أجل الاستفادة جميعا من عضويتنا الفعالة فيها. ونرجو لكم كل التوفيق والسداد. شاكرا لكم هذا الحضور وهذا الاستماع،
وهذه المشاركة عن قرب وعن بعد وعن وسط، وكل الاتجاهات التي نلتقيكم فيها بالممكن وبما يحقق هذا التواصل العلمي الفعال. لكم مني الشكر شخصيا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.